وهو حامل اللقب. مدي رضوان جدا حيث الدربي القديم الذي منذ قدوم هذا الرجل تغير شكل النصر وكأنه يعيش في صحوة الأداء والنتائج، والديربي لا يخضع لمقياس. أما شباب الأهلي فسعى مبكرا لهز الشباك لضمان التقدم، ومبكرا ظهرت العصبية والحركات عند الكروات يوريزيتش. الشوط الأول سنمر عليه مرور الكرام دون كم بالفرص أو خطورة تذكر. البرازيلي ليوناردو رسمها بإتقان بركلة حرة ما هدأت إلا في الشباك، لكن ليوناردو بيرسل الكرة يا رب. ليوناردو سوزا وحسابات دبي دائما حمراء، هكذا يراها عشاق شباب الأهلي، وهكذا أكدها لهم المدافع محمد مرزوق بهدف ثان أربك الحسابات الزرقاء. الكرة بتتهيأ مستحيلة يا شباب الأهلي، من مدافع إلى مدافع للدفاع عن الملك. الكرواتي صورته تشرح حال العصبية، عصبية وصلت إلى قمتها، وشباب الأهلي لم يساوم، لم يتراجع وبحث عن مزيد من الأهداف. وكثرة الاحتجاج نال عليها الكرواتي بطاقة صفراء، وبعدها جاء الفرج برأسية الإسباني نيجريدو والعائلة تحتفل على المدرجات. ومن كرة مشابهة لكرة الهدف كاد التعادل أن يأتي في الوقت البديل، لكن الحارس ماجد ناصر كان صاحيا لها ولن يسمح بالتكرار. مدي الرضوان صدى الملاعب.